من السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الصبينا ان شاء الله اليوم ان شاء الله غادي نصايب لكم واحد الزلابيه ديال السميده. سميده بلا فورس؟ لا بلا فورس. بلا فورس انا عندي زلابيه ديالك ولكن ما كانتش بسميده. كانت بالفورس. كانت بالفورس. انا دابا غنديرها بالسميده، وسميده رقيقه ماشي سميده غليظه، سميده رقيقه، ديك الرقيقه كاع ديال الحلوه. ديال الحلوه. المهم صافي ان شاء الله قبل ما نبداو، اللي شوف كان عندي اول مره، انت عندك قناه سميتها على لا امينه، يطلع لهم الصوره الان، خلي ان شاء الله رابط باش يتبع معاك الوصفات وداكشي ديال رمضان. ان شاء الله انت راك ديري هنا وهنا. ان شاء الله. ان شاء الله. شنو عندنا في المقادير؟ ان شاء الله عندنا ثلاثه الكيسان ديال السميده الرقيقه، هنايا واحد اربعه المعالق ديال كبار ديال جوج معالق كبار ديال الزيت، باينين جوج معالق كبار. الخميره هنايا الخميرة ديال المعجونة ديال الحلوة ديال الخبز ديال الخبز، وهذه خمارة ديال الحلوة. هنا ضامط ديال الزعفران، تكون المهم يكون ملون وصافي، ديال الزعفران اللي بغى يخليها الزعفران باللون ديال الزعفران يديرها، واللي بغى يخلي ملون يديرو. ها هو هنا اختياري ملون غذائي، يا هذا ولا بغاهم يكونوا حمراء بالحموره والصفوره كيديروا بجوج وكتجي رائعه، زعما زوينه، حتى اللون كيجي زوين، كيجي شاهي. هنايا معلقه كبيره ديال المايزينا، يعني نشا الذره والماء تعبريه لينا مازال. والماء انا غادي نعبر لكم ان شاء الله، عبري لنا بكاس العنب واحد القرصه ديال الملحه، ها هي كاينه حيت مع هذا ديال السميده، يعني عبر الماء خصو يكون مضبوط. مضبوط هذاك الشيء اللي كاين. تات ديال السميده كتجي زوينه، كتجي رائعه، ولكن كتبغي شويه تطراب، كتبغي تبقى الى جنوها ويخليوها تبات كاع الشيء اللي بغاو، ولا بغاوها يديروها وتبات، صوبوها بالليل وخليوها حتى خليوها حتى الغدا ولا حتى العشيه، ولا المهم هي الوقت اللي بغيتو تخدموا به، ما تفوتيش، هي كتبقى حتى 3 ايام عجينه. انا غادي نقول لكم ديال البيع، ديال البيع كتبقى حتى 3 ايام، هذاك الشيء اللي كاين. هنايا هات الزيت انا غنديرو باش ما كتبقى، باش ما كتساعد الخميره. مرة مايزينا، باش تعطي اللون. دابا هاد اللون هذا حتى الاخر عاد باش ندير نحكم على اللون اللي بغيت. ان شاء الله يا ربي. بسم الله. كاس العنبه شحال؟ كاس العنبه هو كاس، درتي الاول، هذا الثاني، انا غادي نشوف حيت السميده كتشرب. كتشرب الكاس الثاني. السميده ديال الحرشه؟ سميده الحرشه ديك الرقيقه، هما كتجي زوينه. كتجي زوينه ولكن كتبقى غير هي تبغيت تخمر، كتجي زوينه حيت هذه كتبقى مكرمله على اللي ديال الفورس. هو الفرق بيناتهم، ديال الفورس ملي كتبقى كتلوى، ولكن هذه لا، هذه كتبقى مقرمشه. اللي كتعجبو هذه الزلابيه من الاحسن يدير السميده. الزيت شحال زدتي؟ دابا هو كاسه وصريا تشرب ولا شي حاجه. دابا جوج كيسان ونص. جوج كيسان دابا هي غنخليها لك جوج كيسان. ثلاثة كيسان. صافي دابا خصني ندير لها دابا هذاك الطراب مكسور. مكسور غنجيبو الاخر كاين بحالك، ونخليها ندير لها الميكسور. ملي كدير لها الميكسور كتولي بحال شي شكل ديال البغرير، بحال هكاك ملي كتبغي البغرير يتطرب. ولا المونينيكس، ولا المونينيكس اللي بغيتي دير في المونينيكس، اولا الروبو اولا هذاك الميكسور. المهم تطحن بحال البغرير وصافي. صافي المهم السميده ما تبقاش باينه، مابقاش باينه السميده. ونخليوها ترتاح. دابا حنا بدينا بها هي الاولى، نمشيو نكملوا مسائل ونخليوها هي اخر حاجه. غادي نطربها مزيان في سميتو، ومن بعد نخليها تتخمر واحد جوج سوايع بحال هكا تتخمر، وعاد نبدا نخدم فيها ان شاء الله. أمينة بديتي؟ صافي ارتحت و خمرات. هي دابا كتبغي لي يد المعلم ياك. بحال هكا خاصها تكون كتزربي عليها، خدات اللوين. ما ديروش الزيت بزاف، ما كتبغيش الزيت بزاف. كتبغيش الزيت بزاف، هي هادي واقله ديال الضحك ملي كنشوف كيديروا الزيت كثيره. انا دابا علاش ما كنديرهاش بزاف؟ باش ما تغلبكمش في ديك الدوره. انا راه شحال من مره كتغلبني. عفوا انا فهمتك دابا كتلقى المقله اللي تهز عليها. داكشي اللي كاين.
شي علاش انا كنبغيش ندير ماشي بحال المعلمين اللي عندهم داك الملفين كي الملفين بهم كيدوروا بحال هكا كتجي هي هذيك كتقلبيهاش لا غادي نقلبها انا غادي نقلبها دابا دابا تشد شويه ها هي كتشدها صافي باش كتعرفيها تحمرات ملي كتقلبيها كتبقايها شاده تكرملات تكرملات وما كتبقاش تعوج لك في الهزه يعني كتجي هي هذيك شاده راسها شاده راسها كتولي لنا واحده اخرى ان شاء الله غنديرها في العسل دابا انا غنديرها في العسل صافي وما كتهزيهاش حتى كديري الثانيه من كنهزات كنولي الثانيه راه ما كتهزش العسل بزاف كاع حيت ديال السميد كتكون شاربه العسل صافي نعاود واحد اخر القرعه دائما تبغي تخلطوها بحال دائما تخلطوها بحال هكا بسم الله صافي كيما العادة كيما العادة صافي باش تبقى تمشي وتجي شدها عاوتاني في راسها وتقلبيها في راسها ونعاود نقلبوها صافي نخليك تكملي تبارك الله عليك اللمينة الله يبارك فيك زلبية وجدات الله يبارك فيك جدات صافي جات غزالة حتى اللون ديالها جا زوين زلبية حمراء زلبية حمراء المهم هذه اللي تشها غايديرها كاينين مالكة اللي عزا عليك كاين اللي عزا عليها هي شوية كتبغي خفت اليد هكاك هكاك داكشي اللي كاين وكتبغي الوقت كتعجنيها في الليل بحال هكا وبالخصوص هاد ديال السميد ديال السميد كتكون حساسة بزاف ماشي بحال الفورس الفورس مازال كتقدري ديري له واحد جوج سوايع بحال هكا ولا ساعه ونص بحال اما ديال السميد كتضر بها مزيان وكتبات تتبات حتى الصباح عاد باش دير كاين اللي كيخليها يومين ثلاث ايام وهي في الحقيقه الا عجنتيها وخليتيها الوقت اللي بغيتيها في سميتو مع الايام ديال رمضان والوقت داير كتخليها معجونه ومن بعد عاد كتخلطيها مزيان ضربيها مزيان وتطيبي يعني ماشي زعما غتبقاي تخبزي وتعجني وهذه وسمي هذه غادي ديريها في الثلاجه وتبقى عندك فوق ما تبغيها خبزيها تصوبيها كتكون ارتاحت وكل شيء تبارك الله عليك المهم اللي كيشوفك عندي اول مره انت عندك قناه سميتها معلله امينه اللي غتطلع لهم الصوره الان وغيلقاو فيها حتى السلبيه ولقاو فيها كاع داك الشهوات تبارك الله تحلي لينا ان شاء الله فرسي لنا شي وحده فرسي لنا هذه لينا في جنيف صغيره هي الشكل اش دايره انت محلوله كتكون معسله الحجره كتجي شاربه العسل شتي كتكون شاربه العسل وخاويه من الداخل وما كتجيش شاربه الزيت حيت هذه ديال السميد ديما كتكون بحال هكا شاربه كتشربش الزيت بزاف شتي وكتجي مقرمشه ممكن ديال الفورس كاين ديال الفورس اللي بغى يمشي يشوفها هذه دابا ديال السميده كيجي مذاق ديالها مختلف حتى الطريقه ديالها كتجي مختلفه تبارك الله عليك اللمينه شكرا على الوصفه ديال اليوم بالصحه والراحه قمشه بالصحه والراحه ذوقي تبارك الله عليك اللمينه شكرا في وصفه اخرى ان شاء الله والله يعاونك الله يعاونك وصلنا لنهاية الحلقة إلى طبقت الوصفة بعتونا بصورة على المواقع اللي غتلقاو روابط ديالها في صندوق الوصف كذلك الاشتراك بالنسبة للزوار الجدد والضغط على الجرس لتوصلونا بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار وإلى اللقاء